هنا عمان، هذا هو التلفزيون الأردني. أحييكم أيها السيدات والسادة والمشاهدين من برنامج يسعد صباحك، وأنا مع الأستاذ حازم والست رندا، وأنا أبث على الهواء وصوتي على أثير عمان، على هوا عمان، على أثير عمان، وهوا عمان في القلب لا يغيب عنه. شكرا لكم وشكرا للأستاذ حازم والست رندا. يا هلا ومرحبا بك أستاذ سالم كايد العبادي، 50 عاما وراء الميكروفون. هذا عنوان الكتاب الذي تم إشهاره يوم أمس بحضور نخبة كبيرة من المحبين، والحضور اللي كان يوم أمس أكثر من رائع، وإحنا فخورين بكل ما قدمته وعطائك في الإذاعة الأردنية من خلال بي بي سي أيضا لندن، والله يقويك، وسعيدين إنه إحنا اليوم موجودين بمعيتك في يسعد صباح. شكرا وأنا في معيتك. الله يسعدك. كتابي يحكي قصة حياتي، هو 7 فصول يحكي قصة حياتي من يوم مولدي، من يوم يعني ما عشت وانخلقت إنه يتيم الأب ومن عائلة فقيرة. كل الأردن كانت زمان يعني حالة فقيرة، وكانت التجارة فيها مقايضة، يعني تعطيني تمر وسكر وعجبة وكذا، وأعطيك لبن وجميد وصوف وإلى آخره. فحبيت أني أكرس الحياة هذه يعني في هذا الكتاب، وما بلغت فيه لأنه أنا مذيع، يعني مش شخصية كبيرة ويعني وباشا أو إلى آخره. أنا أقدم نفسي أني مذيع صاحب خبرة، صحفي، وفي مني كثيرين موجودين. الكتاب ينقل حياتي كلها، أنا حبيت الإذاعة، بس شفت الراديو، جهاز الراديو بس شفته وأنا عمري حوالي 6 سنين، شفته عشقت الراديو وتولعت فيه، ظليت أتابعه في الصفوف الإعدادية. يعني كنت أقول لزملائي إنه أنا بدي أكون في إذاعة لندن، أنا أقرأ يعني بالتحديد. حكيت بدك تطلع على البي بي سي. يعني عندي إيمان وإلهام من رب العالمين ما شاء الله. إنه أنا أستاذ سالم، أنا يعني بس بدي هيك قبل ما ننتقل ونشوف التقرير عن يوم أمس، بدي أقرأ شوي من مقدمتك للكتاب. تفضلي. اسمح لي أيها القارئ الكريم أن أخاطبك من القلب إلى القلب، وأتحدث إليك بلغة المذيع المجتهد الذي يحاول جاهداً كسب رضا المستمعين بأسلوب يفهمه العالم والرجل العادي. أحببت أن أنقل لكم تجربتي في هذه الحياة من شخص فقير، كيف حقق أمنية أعلن عنها وهو طفل بأن يكون مذيعاً في هنا لندن. وأرجو أن أؤكد لكم بأنني حرصت على أن أكون دقيقا فيما أنقله لكم دون زيادة أو نقصان، فأنا بعد هذه الخدمة الطويلة في 3 محطات إذاعية وخبرة فاضت على 50 عاما لا يمكن إلا أن أكون حريصا على مخاطبة الناس بكل أمان وصراحة. ننتقل لإشهار الكتاب. نعم، شكرا لك على هذه المقدمة. وأنا طبعا وصلت حياتي أني أنا بدي أكون مذيع. اتخرجت من مدرستي كلية الشهيد فيصل، وخلص يعني أنا صممت أنه لازم أبحث عن وظيفة مذيع. سمعت إعلان من الإذاعة الأردنية بصوت الأستاذ جبر حجات الله يرحمه، أنهم الإذاعة بحاجة مذيعين. فرأسا حكيت معهم وحددوا لي موعد، وجاء ناس يعني كثيرين للاختبار. اختبرني الأستاذ عصام زعبلاوي والأستاذ نقول حنا، واختاروا لي، قالوا أنت خلص إحنا بدنا إياك وبانتظار جدول التشكيلات. وعملت في الإذاعة، يعني أول ما عملت في قسم الرصد الإذاعي، لكن ظليت أحاول كذا وأعد برامج مثل برنامج بين الأمس واليوم، كان يقدمه الأستاذ سلام محاسنة والست هناء عبد المجيد. وبعدين ظليت على طول إني أشتغل، وبدي مذيع، بدي أنا مذيع عيني وعقلي بالمايك ورا المايك. بالصدفة ما شاء الله أنا كنت
كانوا يعطوني قوله نعم هان، قدم أغنية فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ، أقرأ موجز قصير، إذا في موجز ما فيهوش أخبار هامة. كنت بالليل مداوم في الإذاعة الساعة 9 بالليل يعني في نشرة، فأجى علي رئيس التحرير الأخبار قال لي يا سالم ما فيش مذيع نجاش. قلت له أنا ما أقرأ نشرات. قال لي لا بدك تقرأ. قلت له يا أستاذ أنا بسجل فترة وأنا ما يعني سامحني. قال لي بدك أنا أطلب منك وحملك المسؤولية هاي النشرة وفوت على الاستوديو. دخلت على الاستوديو في عندي أمل كبير إني أنا أثبت وجودي كمذيع، على أنا جاي عليهم بدي مذيع. وكان يعني عندي كمان ظن وخوف إنه أنا أسقط على الهواء. فجاءتني نشرة طويلة طويلة حوالي أكثر من 20 دقيقة، قرأتها بحزم وخوف وأشياء يعني ما بدي أسقط قدام الناس. طلعت من الاستوديو وإنه الاستوديو مانجر ينادي علي يقول لي مدير الإذاعة بده يحكي معك يا سالم. أجيت عليه مرحبا يا سيدي تفضل سيدي، هو عطوفة مروان دودين الله يرحمه. الله يرحمه. قال لي سالم أنت بكرة تداوم مع المذيعين. ما شاء الله. وبالصدفة كان في دورة للمذيعين في البتراء، يعني كان رئيسها معاذ الصقير مدير البرامج الله يرحمه. الله يرحمه. فكانوا باسطين هالراديو وقالوا اسمعوا جودة مرقة أو مين مكان أو كذا شو يقرأ النشرة. فتحوا على هذا النشرة وقالوا سالم. فتفاجأوا يعني في ما شاء الله عليك. يعني إذا تحبوا أكمل كيف؟ لا راح نكمل بس بدنا نشوف الفيديو السريع عن يوم أمس وإشهار الكتاب ثم نتابع حوارنا معك. شكرا. الله يخليك. نشوف الفيديو. جدا اليوم بإني حضرت إشهار كتاب زميلنا سالم العبادي. سالم العبادي فيه كثير من المميزات، فهو عاصر الإعلام من البدايات، عاصره من لما كان الإرسال من طرف واحد ومن ثم صار في إرسال واستقبال للناس وللصلة مع المواطنين والمسؤولين، وكمان بعدين لما صار في تكنولوجيا برضو عاصره، فهو عاصر. طبعا تحية لكل اللي كانوا موجودين يوم أمس، وتحية للإعلامية جمان مجلي يعني وهي أول من قدم برنامج سعد صباحك بنصبح عليها أكيد. أستاذ سالم، يعني اليوم إحنا عم نحكي عن 50 عام وراء الميكروفون، انتقالك للندن ووجودك في قناة بي بي سي يعني حلم تحقق، احكي لنا أكثر عن هالتجربة. نعم. أنا طبعا مثابرتي في العمل هي اللي ساعدتني أني أنا أروح على البي بي سي. عام 1987 كنت داخل على الإذاعة عندي برنامج لايف مع زميل إلي كان يعد البرنامج اسمه مروان أحمد المجالي الله يرحمه. فبس دخلت المبنى وإنه بكتب المدير العام الأستاذ عصام عريض الله يرحمه أبو عدي نقول تعال المدير ودي أشوفك. شفته إنه في واحد عنده إنجليزي اسمه سام ينقر، قال لي يا سالم هذا سام ينقر جاي يختار مذيعين للبي بي سي وأنا يعني اخترت لك ناس معك مشان يفحصوا. وطبعا قال لي بتوجيهات من مدير المؤسسة الأستاذ نصوح المجالي اللي هو بعدين صار وزير إعلام. ما شاء الله عليك. فحصنا. كيف فحصني؟ أول شيء قعدنا نحكي سوا أنا وياه يعني حتى يعرف إنه أنا أحكي إنجليزي ولا لا، وجاب لي قطعة ديسباتش إنجليزي قال لي ترجم هذا، ترجمته. بعدين دخلني على الاستوديو مع مغلف مغلق، قال لي افتح المغلف يا سالم. فتحته قال لي يعني ابدأ قراءة. قرأت نشرة فيها مطبات يعني يعني هذا والرئيس الفلاني مغير اسمه في للأسماء.
يعني اعراب ومع اللغه العربيه. فقرات النشره كويس ماشي. قال لي ثانك يو وبعدين انا ارد عليه. قال لي رد علي بعد 7 أشهر وادالي ورك بيرمت اللي هو التصريح العمل، ورحت على البي بي سي والحمد لله رب العالمين اشتغلت فيها يعني ممتاز. يعني المثابرة مع الحظ. يعني احنا قديش سعيدين وفخورين انك اليوم معنا بيسعد صباحك. شكرا. وايضا يعني ما شاء الله على محبة الناس. شكرا. وهذه السمعة المميزة دائما. شكرا. على المستوى الشخصي والمستوى المهني والعملي. من فضل الله. فمن خلال هالخبرة وهالخمسين عام بدنا هيك نصيحة ورسالة ايضا لأن ولكل زملائنا ايضا الاعلاميين اللي يشوفونا. تفضل. انتم تنصحوني يا استاذ. احنا بامرك. انا اقول انه المذيع لازم يكون منتمي للاذاعه اللي يشتغل فيها، لازم يكون موالي، لازم يكون عنده محبه واخلاص لها. يعني القاعده تقول trust is the foundation of my radio station او تي في او اونلاين. الثقه بيني وبين اذاعتي لازم تكون قويه. ما شاء الله. وما يصيرش انه اقول والله احنا يعني هينا انتمينا وماشي الحال. لا، بدك تنتمي، بدك تثبت انه انت فعلا منتمي. قولوا فعلا. بدك تجيب تقارير، بدك تجيب اخبار عاجله. حب المكان. والناس هون الاخبار العاجله يفكروها كلها سياسيه. الاخبار العاجله ممكن يكون مشروع اسكاني كبير تعلن عنه الحكومه في الباديه في كذا، مشاريع تنمويه اقتصاديه سياحيه صح في الاردن. يعني في عندك حاجات كثيره انه ممكن تكون فيها موالي لذاتك وموقف فيها. الثانيه الاودينسز، المذيعين، المستمعين. المستمع لازم تحترمه، تحترمه. هو يعني الشخص المطلق احترامه في مخاطبتك له. لانه أنا كيف أخاطب المجتمع؟ أقول أيها السيدات والسادة، سيداتي سادتي. يعني هو سيد وأنا الخادم. لما أجيب له الصبح أقول له هاي الأجندة يا سيدي، إذا أعجبته يقول خلص هذه بكرة تعال، إذا ما عجبته يقول شكرا لك أشوفك الأسبوع اللي جاي مثلا. يعني بصراحة إحنا اليوم سعيدين جدا بوجودك معنا. شكرا. وختامها مسك بوجودك. نشكرك أيضا كمان لهذا الكتاب اللي رح يبقى بين أيدينا أكيد. صحيح. ونشوف الخبرة والتجربة اللي عشتها. أنت أستاذ نتعلم منك. شكرا. أستاذ سالم، وفخر دائما لإلنا ومثلت الأردن سواء في البي بي سي أو في إذاعتنا الأردنية. واليوم شرفنا بيسعد صباحك، وإحنا منصبح عليك من لك يسعد صباحك. شكرا. شكرا لك وشكرا لإدارة المؤسسة اللي سمحوا لي هاي وأعطوني هاي الفرصة إني أتحدث في هذا البرنامج اللي يحمل اسم صباح وسعادة. شكرا لكم. الله يخليك. كل الشكر.